أصبحت قريبة أستاذ أحمد بحسب اطلاعك، أصبحت قريبة هذه العملية التركية؟ عمليا بدأت، عمليا في تحركات في تل رفعت وفي منبج وحول عين العرب. ما في فيتو أمريكي ولا روسي؟ ما راضين بس مكرهين. الأمريكي لا يستطيع أن يغضب تركيا. الآن هي أصعب لحظة بالنسبة للأمريكي تجاه تركيا. هو الآن مسكته تركيا من إيده اللي بتوجعه، عايز السويد وفنلندا مهما كلف الأمر، لأنه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو أكبر هزيمة تلحق بروسيا من 100 سنة. شكراً. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب الصحفي المحلل السياسي أحمد كامل، شكرا لوجودك معنا دكتور هيثم بدرخان الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الروسي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.